السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامودي. في هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي في الحقيقة شحال ديال لي كومونتير هضروا لي عليها، وهو اليوم الروتيني لي في تغذية الأرانب. يعني من منذ الصباح منين غادي تنوض في الصباح اش غادي دير؟ أول حاجة فهاد اليوم أنا نوض في الصباح، ولكن حاولت نوض معطل شي شوية على حساب الشمس ما تكونش ضاربه في الكاج كامل. انتما راه ضاربه دابا غير في العلافات، انتما كما كتشوفوا هي هاد الجهه ما ضرباش فيها الشمس. يعني واخا حليت عليهم من الجوانب لان الشمس انا حافظ لها الدوره ديالها. انتما كما كتشوفوا هنايا صافي دابا هاد الجهه ما ضرباش فيها الشمس. اول حاجه كنديرها في الصباح هي عمليه ديال التفقد. انتما كما كتشوفوا كنشوف الارانب ديالي الحمد لله راهم سلام، كنشوف يعني الحركه ديال التنفس ديالهم واش راهم كيتنفسوا بزاف، ويعني القلب ديالهم كيضرب بالجهد ولا غير راهم يعني مرتاحين. بحال دابا كما كتشوفوا راهم مرتاحين، لان هاد الباش اللي كيكون موراهم راني حليت عليهم ضربت فيهم شويه ديال النفس، طفيت الضوء. انتم كما كتشوفوا الضوء لان الضوء كنستعملوا غير في الليل. انتم دابا راني طافي. أرانا دابا غادي نشوفوا اليوم كيفاش غادي نتعامل معه. أول حاجة هي عملية قلنا التفقد، هادو التفقد ديال الكبار. دابا غادي نمشي نتفقد هادوك الخلفات اللي عاد جايين. إذا هانتوما كما كتشوفوا هما الخلفات ديالي كنتفقدهم، ولكن كيكون واحد المشكل أن هاد الخلفات كيكونوا يعني شي كيتحرك شي ما كيتحركش، وتقدر تخاف تقول واش شي واحد راه ميت ولا لا. انتما كما كتشوفوا الام ديالهم راه ما غاديش تخليني انني نحادي فيهم. شنو كندير؟ هاد الجهه غادي نحل عليها انتما بهذه الطريقه الا عندكم انتما بحال هاد السيستم هكا، ونجيب واحد شي حاجه نبلع بها هكا. انتما انا بلعت على الام، يعني سديت على الام باش ما تقدرش باش ما توصليش وتاذيني. وكاين واحد الشبيكه هكا نقدر نحركها او نشوف هذوك الصغار نتفقدهم نشوفهم واش دارها بعين. انتما تبارك الله، انتما شوف الكرش ديالو راه رابع مزيان. انتما تبارك الله راهم حيويين. انتما شوفوا الكرش ديالو راه رابع مزيان. انتما نتفقدهم بواحد الطريقه يعني بسيطه. انتما راهم راضعين. يعني اذا ما كانوش راضعين خصني نشوف السبب، نمشي نعاد نقلب الام ديالهم. دابا انا لقيتهم راضعين الحمد لله، هما كيتحركوا بحيويه مزيانين. الا كاين شي الفضلات ديال الام ديالهم هي غالبيا ما كديرش الفضلات عليهم، ولكن نقلبهم نشوف واش راهم نقيين، واش خصهم شي حاجه، واش راهم. المهم عمليه التفقد الصغار يعني في عمر سيمانه ولا جوج حتى هما خصهم يتفقدوا. انتما من بعد غادي نشوف الفضلات ديالهم، الشكل ديال الفضلات ديالهم بلا ما نبدا نقلب فيهم واحد واحد، ولكن غادي نشوف الفضلات ديالهم واش مدورين بهذه الطريقه. انتما يعني لاطه وحده راه جمعهم كاملين، مازال عاوتاني الكاج واحد اخر راه داير فيه واحد الميكه حتى هي. نشوف الا كان الفضلات الشكل ديال الفضلات ديالهم مكركب بحال هكا صافي راهم مزيانين. ملي كيكونوا فيهم لادياري كيكون الفضلات ديالهم هاد الزنكره كتولي كحله، يعني كيكونوا داكشي كيرميو غير ما يعني تفقد الفضلات. انتما انا غادي نمشيو عاوتاني نشوف الكاج الاخر. اذا ها هو الميكه الاخرى حتى هي. شوفوا الفضلات ديالهم يعني مكركبين، ما كايناش شي كحوله. يعني راه ملي كيكون لادياري فيهم الله يسر راهم كيكونوا يعني فيهم واحد الكحوله كتكون في هاد الميكا، وكتكون الرائحه عاوتاني كريهه جدا. دابا هكا راه شويه كتكون الريحه ديال الفضلات وصافي. اذا هانتوما الفضلات ديالهم مكركبين ومزيانين الحمد لله والشكر لله. من بعد العمليه ديال التنظيف صافي، دابا تفقد سالس منه. دابا العمليه ديال التنظيف كما كتشوفوا انا درت واحد الشطابه دايرها في واحد الخشيبه هكا باش ماشي ندخل انايا في وسط هذاك الشيء ونتصاب بشي الله يستر شي مرض من هذه الريحه اللي كتكون تما. خصني نخدم بعيد. انتما كما كتشوفوا بهذه الطريقه، طريقه سهله. انتما كلشي كيطيح في بانيو واحد اللي كنتخلص منه من بعد.
ها انتما هما بهاد الطريقه كاع المناطق اللي فيهم خاصها تبقى الزنكه نقيه. هاد العمليه درتوها يوميا، هاد الفضلات ما عمرها ما غادي تخمر وغادي دير لكم شي مشاكل ولا الريحه ديال الامونيا، ديما غادي تكون نقيه. انتما كنجيبها بهاد الطريقه، انتما كاع الداخل كل هاد دابا راها نقيه، انتما كل شي حبات هكا. والخبز كذلك ما يبقاش مع 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 هاد الفضلات، لان كيجيو النمل وكيقدروا ياثروا لنا على دوك الصغار هذوك النمل، كيولي العام الكاج عامر بالنمل. ها انتما الا بقات شي حاجه بحال هكا خفيفه ديك الساعه الشطره هكا اما كما كتشوفوا معايا دابا الكاج ديالي ولا غي كله مزيان. انتما نمشيو للكاج الاخر عاوتاني، انتما بنفس الطريقه عاوتاني كنحيد هاد التقاله اللي راني دايرها على حسب البرد، لان الميكا ضروري دير لها واحد التقاله، لان كتبقى هي كتميل هكا هكا وما كتعطيكمش نتيجه مزيانه للطاس اللي نتوما دايرينو لجمع الفضلات. اذا ها انتما بهذه الطريقه ممكن نكتبها. طريقه سهله مره في اليوم ماشي مشكل، عفوا هادشي كلو فين في طاس واحد. ونخليو هاد التقالة نردوها على حسب الرياح الا كانت مجهده، يعني هادشي يقدر الميكا تبقى تمايل والاخر الفضلات كيجيونا في الارض، وديك الساعه كتبقاو تعذبوا معاهم. اللهم ديروا هذه الطريقه بسيطه وسهله. من بعد كاين نتفقدوا المياه، كنشوفوها الناس اللي دايرين الحلمات بحال هكا تيو دايز ماشي مشكل، خصهم يتفقدوا غير القرعه الكبيره، يعني واش راها مزيانه، واش تلقت الريحه، واش كذا واش كذا. الناس ويشوفوا الحلمات واش خدامين، يعني ملي كيتكاي لهم بالاصبع ديالهم هكا ويشوفوهم واش راهم منبوشينش. إذا كان عندكم بحال الطاسات هادو صافي كتشوفوا عاوتاني الطاسات واش راهم عامرين، لان اليوم ديال هاد النهار كيبان لي حراره بزاف. خصنا نشوفوا ها انتم هاد، شوفوا هادي راه قالبه الطاسه ديالها. ها انتم هادو طاسات كاينين فيهم الماء، كلهم عندهم الماء، انتم طاسات عاديين ديما الواحد يدير شي حاجه اللي متاحه. انتم هاد الطاسه هادي غادي نعمرها بالماء. اذا كما كتشوفوا انا عمرت الطاسه بالماء، ولكن شوفوا لاحظوا واحد القضيه، ان الشمس ضاربه في هذا الروبيني، وراه دابا منين نقلبوا الدرجه ديال الحراره ديال الماء في الاول كتكون سخونه، يعني نحيدوها ونديروا ونخليو الماء حتى يولي بارد. ها هو دابا راه ولا كيبرد، ونخليو الطاسه ديالنا تعمر. اذا انتم كما كتشوفوا معايا الطاسه راني غسلتها نقيتها واحد شويه باش ما تكونش، كما تشوفوا الطاسه سمورها دايره فيها كتبقى تاكل فيها، ولكن ماشي مشكل. انتم ديما حضروا ان غير الطاسه تكون هازه الماء ديالها وصافي. الطاسه مره بقاو تغسلوها، ما تخليوش ديك الصفوره كتكون فيها من التحت، لان بعض الناس كيفزقوا فيها عزكم الله، وهذاك الماء اللي كتكبوه فوق هذاك الفزاك ديالها وما مزيان لهمش. المهم حذروا من هذه القضيه هذه. اذا انتم كما كتشوفوا مسكينه راه عطشانه، راه كانت عطشانه. دابا هذه هي العمليه ديال المربي، خصو يشوف سمو ناقص عنده في الكاج ويشوف ويعطيها. انتم مسكينه طاحت عليها يعني عمياء، انتم تبارك الله راه كتشرب. القضيه ديال الطاسه حاولوا ما تقربوهاش للبلاصه ديال الماكله باش ما تعيقهمش وصافي. حاولوا تبعدوها لهي القنت باش هي تجي تاكل هنايا وتمشي تشرب للجهه الاخرى. كاين بعض الخطرات شي ارانب كيشدوا الطاسه وكيبقاو يقلبوها بحال هذا الشكل هذه. انا دابا راني رديت بالي لانها تقلبت، ماشي غير شاربه منها. الحل وهو انتم راني داير واحد السلك
انتما كتشوفوا هذه راه حتى هي كانت كتقلب الطاسه ديالها وانا درت لها واحد السلك وعقدته باش هي واخا تعيا تجبد ما تقدرش تقلب الطاسه. من هذه غادي ندير لها داك السليك ان شاء الله باش ما تبقاش تقدر تقلب الطاسه. ودابا ان شاء الله غادي نديروا القضيه ديال التفقد عاوتاني ديال الماكله يعني ديال السيكالين ديال الخبز شكون هما اللي غادي نعطيهم بزاف شكون اللي غادي نعطيهم شويه. ديك الساعه خصني نكون انايا عارف اش كندير. شي فيديوهات سابقه يعني قلت لكم باللي الطاسه ديال ياغورت يعني هي اللي غادي تعبروا بها هذه راه فيها 100 غرام. هاد الطاسه الا درتو مني عبرتها راه لقيت فيها 100 غرام. منين يعني تبغيو تعطيو الامهات تعطيه او الكبار تعطيهم طاس بحال هذه. الامهات تعطيهم طاس ونص للصغار تعطيهم نص طاس. هادشي اللي هو المقدار اللي خصكم تعطيوه للارانب ديالكم هانتوما كما كتشوفوا. واول حاجه خصنا نشوفوا العلافات واش هما كلاو بعدا ولا ما كلاوش. ان الا مشاو تما كلاوش عاوتاني حتى هي راه مشكله. هانتوما كما كتشوفوا معايا ملي بان لكم ها هي راه دابا كتاكل من العلافه ديالها ها هي. والعلافه راه خاويه هانتوما كما كتشوفوا. انا ملي كنشوف العلافه خاويه كنقول صافي راه يعني هما راه كلاو عفوا الا مشاو تاكلاو يعني راه القضيه مبشره يعني هما راه كياكلوا ماشي ما كياكلوش. انتما غادي نشوفوا واحد اخرين انتما في العلافه هي هنايا هي خاويه الحمد لله راه يعني بات كياكل. هذا الذكر ها هو الذكر انا حطيت له يعني معطل واحد شي شويه يعني كلا ولكن راه باقا فيها واحد شويه. يعني اي علافه تشوفوها خاويه انتما كما كتشوفوا هاي علافه خاويه كما تشوفوا العلافه خاويه عرفوا باللي راه الارنب سليم 100% يعني راه كياكل الحمد لله. اذا نبداو نعطيو الماكله. انتما كما كتشوفوا هذه راها ها هي راها والده تبارك الله هي راه مغطيهم بالصوف ديالها بالشعر ديالها عفوا. غادي نعطيها كما كتشوفوا معايا هو الطاس الاول نزيدها نصف طاس هادي كما كتشوفوا راه باقا ما والده ما والو باقا عاد عادي الله عندها سيمانه ديال الحمل. غادي نعطيها طاس واحد انتم كما كتشوفوا انتم كما كتشوفوا معايا بالنسبه للفيطام هادو راه عاد فطموا تبارك الله. ها هما غادي نشوف هنايا عطيتهم البارح شي شويه ديال الخبز مقرب ولكن بغاو السيكالين كثر. هاد الجهه راه كانت عامره بالسيكالين. هنايا غادي نضرب الحساب ديالي شحال عندي هنايا في هاد الكارو هذا كاين جوج اربعه سته يعني كاينين سته يعني شحال خصني نعطي كل واحد خصني نعطيهم نص طاس. نص طاس الا بغيت نعطي السته ديال النفوس خصني نعطيهم ثلاثه ديال الطيسان يعني مقسومه على نمشي طاس واحد هو ونخوي لهم. كما كتشوفوا راهم ساكن باغي نمشي الطاس الثاني الطاس الثالث كما كتشوفوا معايا باش كل واحد يستافد من طاس نص طاس ديالو. هذه هي العمليه. اما بالنسبه للكبار بحال هذه ثم راني غادي ندير طاس واحد راه تبارك الله هي كلات هي كلها طاس واحد. انتما هذه راها شويه ما كلاتش الحقيقه راه ما واكلاش ولكن راني حطيت لها الخبز في هذا الجانب هذا راها كلات يعني راه عجبها الخبز وحطيت لها حتى شويه ديال الفصه راها كلاتها راها مزيانه انتما كما كتشوفوا. اذا هذه هي المراحل اللي خصنا نديروها يوميا يعني التفقد الفضلات ديالهم نشوفوهم مالهم نشوفوا عاوتاني الاخر الاكل ديالهم واش راه كلاو ولا ما كلاوش. الماء حتى هو درجه الحراره ديالو ماشي نعطيوه الماء سخون ونقول لهم شربوه على الصباح لا. يعني الفكره ديالي اظن ان شاء الله راه تكون وصلتكم انتما.
ومن الاحسن تسهوي عليهم مزيان. انتما راني دابا مخلي انا كيما كتشوفوا كنحفظ الدوران ديال الشمس وكنحاول انني نخلي الشمس من الجهه الاخرى. ومن هنايا واخا تكون ضاربه عليهم انتما كيما كتشوفوا انتما واخا تكون ضاربه عليهم الشمس هنايا انتما كتكون بحرا يلاه يعني واصله الاكل ديالهم، ما تكونش واصله لهم هما وجههم اشعه الشمس مباشره على الجسم ديالهم. هاد الفضلات دابا راني غادي نتخلص منها انتما، ما تخليوهاش تجمع بزاف كاع انتما شوف شحال جمعت هنايا. هنايا هاد الجهه ديال الفطام ديال عفوا ديال التسمين اكثر من الجهه الاخرى. اذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار، يعني اليوم الروتيني لتربية الأرانب. نتمنى الحلقة تكون راقت الإعجاب ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر جيم باش تساندونا، وإلى وتكيو على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.